السلام عليكم، صباح الخير الجميع. اليوم قطفنا شويتين ثلاثة أنواع اللي هو البراون التركي، لأنه في نفس الشجرة تلقى أسود في نفس الشجرة وغيرها فاتحة شوي، يعني للمعلومية بس. طبعا هذا التين جاسم السوري هذا أكيد، وهذا الأسباني الأخضر. لو نلاحظ الأسباني الأخضر فيه زي نقاط بسيطة، النقاط البيضة هذه، هذا دليل من الأسبان الأخضر حسب معلوماتي يعني. في حاجتكم شكل كمثري، بعضها يجيك داري يعني، ترى مو مقياس يعني في المعلومة. شوف هي نفس النقاط البيضة الصغيرة موجودة، يعني النقاط البيضة اللي تلاحظها هذا دليل النقاط البيض هذه الأسبان الأخضر يعني. بعضها كمثري، بعدها بعضها يجي كمثري كذا، من نفس الأشجار هذه. شفت هذه نفس النقاط البيض، يعني اللي حق تميز النقاط عشان إذا واضح يعني في التصوير، هذه النقاط البيض، هذه الأسبان الأخضر يعني. الله يبارك الجميع إن شاء الله.